ومن موجز الأخبار ننتقل الآن إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية. البداية لهذا اليوم ستكون مع منشات صحيفة اللواء التي عنونت لبنان في قمم الرياض دعم مواجهة الإرهاب واتفاق اللبنانيين على الرئيس. يوم عوني بلا طحين في بكركي. الراعي غير متحمس للقاء مسيحي وجعجع لن يجرب باسيل مجددا. إذ بدا من اللقاءات والمواقف العربية لا سيما موقف المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي من ضرورة توفير الدعم للبنان، وخاصة وأن هذا البلد غير متروك لمصيره. فهو حضر في الكلمة التي ألقاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كما حضر لبنان أيضا في لقاءات رئيس الحكومة والوفد المرافق مع كل من ولي عهد دولة الكويت، كما جرى البحث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في زيارة الأخير لبيروت، وكذلك حصل مع نظيره الجزائري أيمن عبد الرحمن لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بشأن الفيول والطاقة الجزائرية إلى مؤسسة كهرباء لبنان. أما على صعيد المواقف فقد نصت القمة العربية الصينية على دعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، كما ودعم جهود الأمم المتحدة وجماعة الدول العربية في هذا الشأن. على أن الأهم ما تضمنه البيان الختامي لأعمال الدورة 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ دعا جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية، كما أدان المجلس دعم إيران للميليشيات الطائفية في عدد من الدول من بينها لبنان. وفي هذا السياق شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على أنه يعود للبنانيين فقط أن يقرروا ما هو الأفضل لهم، مؤكدا أن ما يقرره اللبنانيون ستدعمه الدول العربية، مؤكدا على أن المملكة طرف فاعل على كل ساحة اللبنانية والدولية. هذا طبعا محليا، كما أشارت اللواء في عددها أمس إلى اللقاء الذي حصل في بكركي بين البطرق الراعي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشيل عون. فقد أشارت المصادر إلى أن عون وباسيل ينتهجان أسلوب التحريض الطائفي، وكأن ما حصل هو مشكل أو إشكال بين المسلمين والمسيحيين لتحييد الحزب. إلا أن المصادر اعتبرت محاولة عون للاستنجاد ببكركي لإعطاء دفع وزيادة لشحن النفوس والتحريض الطائفي هو لإظهار الدعم والتأييد المسيحي لنهجه، بعدما ظهر وحيدا في معركته مع الحزب بخصوص الاختلاف حول ترشيح فرنجية، وهي باتت لعبة مكشوفة ومنبوذة ولا تلقى تأييدا مسيحيا جامعا، لأن الجميع يعرف أن معركة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وبدعم من عون هي معركة شخصية وليست مسيحية، وهو يحاول إلباسها الرداء الطائفي لإعادة لملمة الشارع المسيحي من حول التيار بعد الانكفاء الشعبي من حوله بفعل ممارساته المتماهية. والضغط طبعا على هذه المنظومة السياسية كلها والتغطية على مفاسد العهد وفشله الذريع بإدارة السلطة. وشددت على المصادر أنه كان على عون وباسيل بدل انتهاج أسلوب التحريض الطائفي وضع المشكل الأساس على الرئاسة بينه وبين حزب الله الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدلا من الإمعان بالاقتراع بالورقة البيضاء وإضاعة الوقت والتلهي بإشكالات شخصية بين الأطراف السياسية. من اللواء سوف ننتقل الآن إلى موقع أساس ميديا. فكتب الصحفي وليد شعير: لماذا رفض نصر الله استقبال باسيل؟ قطع جبران باسيل جسوره مع الفرقاء كافة ولم يعد يستطيع أن يبحث عن حليف بديل لحزب الله في المرحلة المقبلة. فللمرة الأولى خلال موجات الخلافات مع باسيل يعلن حزب الله رده عليه، وما هذا الإعلان سوى محاولة للتأكيد بأنه يحتفظ بالقدرة على المبادرة. طلب باسيل الحزب بأن يتوقف عن نفخ عضلات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فيما المأخذ عند خصوم الحزب ومعظم حلفائه أنه بالغ في نفخ عضلات باسيل في كل مراحل الحرقبة الرئاسية السابقة. جموح باسيل دفعه إلى الاعتقاد بأن عضلات الحزب يجب أن تبقى تحت تصرف زنده، وذلك من أجل تلبية طموحاته إلى تطويع العهد الرئاسي المقبل. هكذا اعتاد على مدى سنوات وهكذا يأمل في السنوات المقبلة، وبات يصعب عليه التسليم بأن هذه القاعدة
قابلة للتعديل إثر خروجه من قصر بعبدة. فبعد عودته من باريس منتصف الشهر الماضي والتي استخدم منبرها الإعلامي من أجل التصويب على خيار الرئيس سليمان الفرنجي، وقد أثارت هذه الحملة حفيظة قيادة الحزب، كان الامتناع عن استقباله الرسالة الأولى التي لم يأخذها باسيل في عين الاعتبار واستمر في تشدده. فإنه يدور في كواليس حارة حريك أن الجانب الفرنسي أبدى ليونة تجاه خيار فرنجي الذي كان سبق باسيل إلى زيارة باريس ولقاء بعض المسؤولين فيها، فيما الموقف الأمريكي لا يمانع إذا حصل توافق على سليمان فرنجي. مع إدراكه أنه يبقى تليين موقف المملكة العربية السعودية أساسيا لإنجاح هذه الفرصة، إذ أن الحزب كان ينتظر جهودا باتجاه الرياض راهن أن تساهم فيها باريس، وإذا لم تنجح المراهنة على تليين موقف الرياض فباستطاعة محور المقاومة المضي في هذا الخيار من دون موافقتها وبانضمام باسيل وتكتله النيابي إليه. سواء كانت مراهنة الحزب على الجهود الفرنسية صائبة أم لم تكن، وبحسب المقال طبعا، فإنما أغضب قيادة باسيل أن باسيل يساهم بمقاومته لخيار فرنجي في إحباط تلك المراهنة، ويزيد من حرجة موقف قيادته المربكة في إدارة الوضع الانتظاري والمجبر عليه إلى أن تنضج ظروف نجاح هذه المراهنة أو فشلها، إذ أن باسيل يحاول أن يجير لمصلحته ما يعتبره الحزب فرصة، متوهما امتلاكه القوة في زنوده ومستخدما استمرار حاجة الحليف إليه، فيما الحزب يتجوجس من أن يستضعفه الخصوم فكيف بالحليف. وللمرة الأولى خلال موجات الخلافات مع باسيل يعلن حزب الله رده عليه، وما هذا الإعلان سوى محاولة للتأكيد أنه يحتفظ بالقدرة على المبادرة. سوف ننتقل الآن إلى صحيفة الأخبار التي تناولت ملف الانتخابات البلدية، فكتبت الزميلة لينا فخر الدين: لا انتخابات بلدية كرمة للمناصفة، مطران بيروت يرفض تقسيم مجلسها البلدي حفاظا على صلاحيات المحافظ. تطير الانتخابات البلدية كما أشرنا هو بسبب الخلاف على المناصفة، إذ يؤكد متابعون أن الانتخابات البلدية المقبلة ستنتج مجلسا بلديا في بيروت مؤلفا من 24 عضوا مسلما، مع صعوبة وصول المرشحين المسيحيين إلى المجلس. ويرجح هؤلاء سيناريو تطير الانتخابات النيابية أو البلدية عفوا إلى حين إقرار قانون يحفظ المناصفة مقابل تقليص صلاحيات المحافظ المسيحي. ففي الانتخابات البلدية المفترض أن تجرى في أيار المقبل، ما من أحد يمكن أن يضمن المناصفة الحبية بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي للعاصمة، إذ أن تيار المستقبل لن يجد فرصة مؤاتية أكثر من الانتخابات البلدية لرد الصاع إلى حزب القوات اللبنانية الذي حارب الحريري على المكشوف، إذ يؤكد أكثر من متابع أن المناصفة طارت لأن تشكيل لائحة تضم قوى سياسية كما في السابق يكاد يكون مستحيلا في الظروف الحالية، إضافة إلى الخرق الذي يمكن أن ينتج عن تحالف القوى الاعتراضية. استنادا إلى هذا كله، وفي حال استمرار ضياع التحالفات السياسية، يكاد يجزم كثير بأن مجلس بلدية بيروت سيتألف 24 عضوا مسلما سنيا وشيعيا، مع استحالة وصول المسيحيين كما أشرنا. وهذا حصل في ستينيات القرن الماضي، ودفع مجلس الوزراء في حينه إلى عزل بعض الفائزين من المسلمين وتعيين أعضاء مسيحيين. ويقول أحد الأعضاء في بلدية بيروت: طالما أن مجلس نواب لم يقر قانونا يحول عرف المناصفة إلى قانون، وطالما أن الحريري غاب عن الحياة السياسية، لا شيء يضمن المناصفة الإسلامية المسيحية في المجلس البلدي المقبل. فيما يشير متابعونا إلى أن مرجعيات دينية مسيحية ترفض العودة إلى طرح تقسيم المجلس البلدي، وطبعا يعود سبب هذا الرفض إلى عدم الرغبة في فتح الباب أمام المسيح بصلاحيات محافظ بيروت. كل ذلك يشي بأن المشكلة تكاد تتعمق أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية وتتحول إلى إشكال سياسي طائفي. لذلك يؤكد مسؤولون أن الحل قد يكون بتطيير الاستحقاق إلى حين إيجاد الحل المناسب، على أن يخرج أرنب الحل هذا مع لجنة أو من لجنة الداخلية والبلديات النيابية بحجة عدم إنهائها النقاش في قانون البلديات.
المقال الأخير الذي سنمر عليه اليوم في الصحف يرتبط بالاعتكاف القضائي وأزمة المحامين بعد كل هذا الأضراب الذي استمر لأشهر طويلة. بداية يعني كتبت صحيفة النهار: مجلس القضاء الأعلى يجتمع الاثنين ليدعو القضاة إلى فك الاعتكاف. كاسبار للنهار: طفح الكيل، المحامون يجوعون ولن نصمد. إذ جرى خلال الساعات الماضية تحرك في قصر العدل من نقابة المحامين في اتجاه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هاري خوري، كما ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. محور هذا التحرك إنهاء الاعتكاف القضائي شبه الكامل والمستمر منذ أكثر من 3 أشهر، وانعكاسات طبعا هذا الاعتكاف على سير العمل في قصور العدل وتأخر البت بالملفات والضرر الذي يلحق بالمحامين. طبعا يعني هذا الضرر اضطر كثيرين منهم إلى السفر وإلى إقفال مكاتبهم. أما الداعي إلى هذا التحرك الذي على سقف الكلام خلاله فهو أن الأسباب التي استدعت إلى هذا الاعتكاف بلغت خواتيمها، بحسب ما ذكره نقيب المحامين في بيروت نادر كاسبار للنهار، قائلا أن هذه القضية كيفما أنظر إليها أصبحت في نهايتها. طبعا خلال هذا اللقاء أبلغ النقيب كاسبار وأعضاء مجلس النقابة الوزير خوري والقاضي عبود بأن الاعتكاف القضائي بلغ حدا من الإشمئزاز العارم لدى المحامين الذين باتوا غير قادرين على تحمله مهنيا واجتماعيا. وأنا كنقيب للمحامين والمحامون لم نعد نقبل باستمراره واستمرار تعطيل العمل القضائي، لأن المحامين يموتون من الجوع، لقد طال صمتنا. لم نتكلم سابقا لئلا يفسر كلامنا على أنه إعلاء الصوت تعارضا مع مطالب القضاة، ولكن الآن أقرت الدولة زيادة رواتب القضاة 3 أضعاف، سيمنح صندوق تعاضد القضاة سلفة مقدارها 20 مليار شهريا تسدد على 5 أشهر. والنقابة لم تتأخر نقابة المحامين في تأمين مستلزمات منها المازوت لعدلية بيروت، وسنقوم بالخطوة ذاتها في اتجاه كل قصور العدل في كل المناطق، وأخذنا على عاتقنا مسألة التنظيفات في وقت تؤمن النقابة المصاعد سنويا فيها. تبقى فقط مسألة انقطاع التيار الكهربائي على عاتق الدولة، ولكنها إسوة بباقي كل مراكز الدولة اللبنانية. ما ذكره طبعا نقيب المحامين هنا لم يكن للتمنين، لأنه اعتبر أن هذا الأمر هو واجب، ولكن يجب على كل الأفرقاء أن يتعاونوا. من هذا المبدأ لا يحبذ نقيب المحامين توقف القضاة عن أداء واجباتهم أيا تكن الظروف، ويعتبر أن الاعتكاف من شأنه أن يخرب بيوت الناس وليس المحامين فحسب. ويؤكد كاسبار أنه يقتضي وقف الاعتكاف فورا وإلا ماذا؟ أجاب هنا نقيب المحامين: أمامنا عدة خيارات، ولكن من الخيارات هو التوجه إلى الأمم المتحدة والطلب إلى هذه الدول طبعا ولعديد من الدول، وطلب إقالة القاضي المتمنع وتعيين بديل منه. ليس الجواب عن هذا الطلب أن العدالة تتوقف لأنها واقفة أصلا بسبب هذا الاعتكاف. للحديث أكثر عن أزمة المحامين، عن أزمة القضاء، عن أزمة الملفات العالقة منذ أشهر فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، ملفات الفساد، الملفات العادية الجزائية والمدنية، ينضم إلينا عبر تقنية زوم المحامي جاد طعمي. صباح الخير ماتر. صباح النور ويعطيكم العافية. يعطيك العافية. يعني قبل يومين في المرصد الشعبي طلعتوا أنتوا بيان طلبتوا فيه بعودة القضاة إلى العمل، قلتوا لهم بكل بساطة عودوا إلى عملكم وإلا استقيلوا، لأنه في الكثير من الملفات العالقة أمام القضاء اللبناني والتي لا تجد طريقها إلى أي مسار قضائي صحيح منذ أشهر عدة، وربما يمكن من 2-3 سنين، من ثورة تشرين مرورا بكوفيد، مرورا بانفجار 4 آب، وصولا إلى الاعتكاف. أصلا في آلاف الملفات متراكمة، أصلا في أزمة كتير كبيرة، هذا عم نحكي نحن قضائيا. أما على صعيد نقابة المحامين والمحامين فحدث ولا حرج، يعني اليوم المحامي كان رايح بمسار وصار باتجاه آخر لأنه الأزمة يعني أطبقت عليه. شو بدك تقول عن هذا الموضوع؟ نعم، أول شيء تصحيحا لمقالة النهار، الاعتكاف القضائي مستمر منذ شهر أيار، يعني نحن اليوم بالشهر 7 من الاعتكاف. هذا الاعتكاف عطل مصالح الناس طبعا، ببلد عم ينهار اقتصاديا، ببلد سبب الانهيار الاقتصادي فيه هو الفساد، من يجب أن يطرق بيد من حديد معاقل الفساد؟
أليس هو القضاء اللبناني؟ هذا القضاء عم يتهشم، هذا القضاء عم يتعرض لإطلاق نار مستمر ابتداء من وقت اللي ظهرنا مظهر عدم محاسبة المسؤولين بجريمة انفجار مرفأ بيروت. هذا القضاء لا يجب أن نسمح بأن يسقط بنظر الناس، لأنه يجب أن يبقى مستمر، ودائما استمرارية المرفق العام هو مبدأ عام تسري عليه جميع الإدارات، فما بالنا بمرفق القضاء بالمرفق القضائي. اليوم تخيلوا أنه هناك مشاهدات عديدة عن مجرمين، وفي حدا اللقط عم يسرق بيت مساء بمنطقة الرميلة، وإذ بيروح صحيح. على المخفر، والمخفر لأنه ما قدر ياخد إشارة من قاضي ترك هذا السارق يلي ضبط متلبسا بالجرم المشهود حرا طليقا، هو ما كان مصدق شو عم بيصير. اليوم كل يوم عم نسمع عن حادثة سرقة وحادثة إطلاق نار، وناس عندها مصالح وناس عندها دعاوى وناس عندها أرزاق بدها تلحقها. نحن عم نفتح البلد على شريعة الغاب فقط لأنه ليس هناك قدرة على تأمين الكفاية المادية للقضاء. نحن نفهم أنه وقت هيك الانهيار الجماعي لابد من المجتمع أن يتعاضد. نحن ما شايفين هذا التعاضد قائم، وبدنا نكمل بالمقومات الموجودة. يعني ما فينا اليوم بظل انهيار يشبه إفلاس الدولة اللي نحن فيه واللي معروف مين سببها، نلاقي أنه القضاء عم بيزيد الطين بلة من خلال أنه يقول والله أنا بدي حيد حالي. نحن مثل ما منلوم التاجر يلي عم بيمارس الاحتكار، ومثل ما منلوم الإنسان العادي يلي عم بيغلي الأسعار مجرد ما يرتفع الدولار، لابد أنه نرفع الصوت ونطالب القضاء. نحن ما بنقدر نضل عم ناخد البلد باتجاه التضخم، وهذا الانتفاخ بالدفع بالليرة اللبنانية هذا لا يؤدي إلا إلى زيادة الأزمة الاقتصادية وإلى مزيد من انهيار الدولة. السيد جاد، يعني عندي سؤالين بعد لك. السؤال الأول اليوم، فيما لو عاد، وهو طبعا يعني مطلب محق وعاجل أنه يرجع القضاة إلى مزاولة مهام في قصور العدل، ولكن يعني هيك بنظرة في آلاف الملفات المتراكمة كانت أصلا من قبل، يعني من زمان كان قبل. في اليوم أنت اللي عندك ملف جلستك بتروح 3 أشهر لقدام، يمكن الأسارة حتروح سنة قد ما صار في ملفات إضافية، وقد ما صار في إشكاليات إضافية مرتبطة بالنزاع مع المصارف، بالنزاع بالأجارات، في كتير ملفات بالديون، يعني كبرت كثير الجورة خليني أسميها. بس اليوم برأيك أنت، فيما لو عاد القضاة إلى مزاولة عملهم في قصور العدل، بين الكتاب، بين المباشرين، بين المحامين، بين الإمكانيات والصعوبات المادية الكبيرة جدا، برأيك هل يمكن أنه يرجع يسلق القضاء اللبناني مسار صحيح ويرجع بحركة نشيطة؟ لأنه كل ما يعني هو 3 أشهر أرينا أنه هذه أسوأ ما مر به القضاء اللبناني. صحيح. خلينا نتذكر شيء من قراب التاريخ نحن وصغار، وهيك بيكبر قلبنا، انه وقت اللي الدول تعرضت لحروب عالمية تعاضد المجتمع، وصار لحتى تعاد نهضة أوروبا بعد ما انهكت بالحروب العالمية، صار الشعب يشتغل 24/24. التعاضد المجتمعي نهض بالدولة او نهض بالقارة الأوروبية لاستعادة مجدها وموقعها. اليوم نحن ماذا نريد من لبنان؟ اليوم إذا أنا أطمح أنه تجي رساميل أجنبية إلى لبنان، أول شيء بيسأل عنه المستثمر الأجنبي كيف حال القضاء بهيدي الدولة؟ كيف حال القانون بهيدي الدولة؟ ما هي حال العدالة بهيدي الدولة؟ طب نحن إذا عم نقول أن ليس هناك عدالة وليس هناك حكم للقانون والحكم للأقوى، وفجأة القضاء بيكون معتكف، وفجأة يعني ينتفض القضاء إذا في حدا طالع فيه إشارة توقيف، وشفنا حادثة امبارح مع أحدى الفنانات يلي واصلة على لبنان، فجأة القضاء شمر عن زنوده وصار الكل عم يشتغل. هيدي انعكاسات سيئة للصورة القضائية. أيضا ما بدنا ننسى أنه هناك ملف اسمه ملف الفساد القضائي، كان فرع المعلومات فتحه على مصراعيه. ما بدنا ننسى أنه في قضاة عم تنتفض وعم تعطي إشارات لوجود مكامن فساد داخل القضاء.
أنا بتمنى أن يعتكف القضاء من أجل الانتفاض لنفسه، من أجل تكريس استقلاليته، بس أيضا من أجل تنقية صفوفه. وتنقية الصفوف ليس حكرا على القضاء، ظنا بالمصلحة الوطنية العليا، وكل العاملين بإطار العدالة لابد أنه ينطفوا. اليوم منشوف شو صورتنا للخارج، الخارج بيطالبنا بإصلاحات ليعطينا هبات، لأنه نحن نهبنا المال العام، أو القيمين على الدولة، مش نحن طبعا، القيمين على الدولة نهبوا المال العام بالوقت يلي إداراتنا كل يوم بتطلع فضيحة أكبر من الثانية، وملف فساد النافعة قدامنا، وملف الدوائر العقارية فضيحة أخرى طالعة مؤخرا. القضاء بيقدر يكون معتكف بهذه الأوقات؟ أنا أستصرخ ضمير القضاة الشرفاء. طبعا هناك قضاة للسلطة، وهناك قضاة هن ترجمة للدولة العميقة يلي كرست الفساد بالدولة. القضاة الشرفاء عليهم أن ينتفضوا ويضعوا إيدهم بإيد كل الفئات المجتمع لتشبيك مجتمعي يؤدي إلى نهضة الدولة، وإلا الدولة بعد رايحة على كوارث أكثر من الكوارث يلي نحن فيها حاليا. نعم، على كل حال أستاذ جاد، يعني واضح أنه هذه المشكلة هي استفحلت بالأشهر القليلة الماضية، وربما يمكن يعني من سنتين لليوم، وانعكاساتها مش بس على القضاء وعلى المسار القضائي. أكيد أنت محامي وبتعرف قديش محامين خسروا وظائفهم، وهذا حق يعني للمحامين. طبعا نحن كنا كل حياتنا نتفاخر بنقابة المحامين وبعمره وبإنجازات هذه النقابة الكبيرة، ولكن أصبحت عاجزة يعني أن تقدر تنجد المحامين اللي بهذه النقابة بعد هذه الأزمة المستفحلة فيهم. على كل حال شكرا لك على هذه المداخلة، وطبعا يعني نحن بنلتقى فيك بمواضيع مختلفة حول النقابة والقضاء اللبناني. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام موجز الأخبار والجولة على أبرز الصحف المحلية والعربية. فاصل ونتابع برنامج الحدث.